طيب قبل اسبوع تقريبا تهكرت قناتي، بعضكم يدري وبعضكم ما يدري، ومو بس قناتي انا، قنوات يوتيوبر كثير تهكرت، وكان في واحد هو السبب في بعض تهكير قنوات اليوتيوبر. واحد الواحد هذا قاعد يطالعني الان ويوم ليوم بسيطه، رامي. كلكم تعرفون رامي يا جماعه، الاديتور والمصمم تبع القناه. مقطع اليوم يا جماعه بيكون على ظهر رامي من الالف الى الياء، وراح تعرفون وش صار بالضبط يوم دريت بنفس اليوم اللي تهكرت في القناه. فتحت بث مباشر وصار اللي صار بتشوفونه الان، ولكن في واحد بيكلمكم. بس بغير لبسي، ما ادري ليش صورت مقدمتين ضيعت. المهم رامي ودهم عند اللي بيكلمهم. بس عندي طلب بسيط يا جماعه، والله يشهد ربي يا جماعه اني انضريت من ناحيه دخل، من ناحيه اشتراكات، من ناحيه مشاهدات بشكل عام بسبب تهكير القناه. المقاطع القديمه انحذفت وقاعد احاول ارجعها، وانصقعت بمخالفه بسبب البث اللي بثه الاجنبي الروسي هذا، حسبي الله عليه. فالضرر كبير وقاعد احاول اعدله. فعندي طلب منك مره بسيط وتقدر تساعدني فيه، واعرف انك اذا سويته والله بتفك لي ازمه وبدعي لك. وش يا احمد انا ودي اساعد؟ بكل بساطه اضغط على علامه الجرس اللي جنب الاشتراك. اليوم ما نبغى لايك، ما نبغى كومنت، تبغى علامة الجرس. صارت لي هذه يوم تهكرت المرة الأولى، الوضع كان صعب من ناحية إشعارات، فأضغط ورجع فقط عشان رتم القناة يرجع واللوغاريتم والأشياء هذه المعقدة تكون طبيعية. المهم مالكم بالطويلة، مجهز لكم مقاطع واللي شافوا مقطع فيفا لا يحرقون، وبإذن الله اليوم الساعة 9 راح يكون في بث. رابط قناتي بتويتش تحت، راح نفتح تحقيق في المواضيع اللي صارت الفترة الأخيرة. طلعوا على محمد في الختام، وشاهدوا ممتع المقطع. سلام عليكم. شوف من البداية، تمام؟ من البداية، السلام عليكم. قهر، غبنة، صياح، سب، والله كله ما يفيد. إذا ما أخذنا الموضوع بطقطقة وضحك بننقهر. ممتاز، ممتاز. لا نضغط نفسنا ولا نقهر نفسنا، موضوع بسيط وقد صار ورجعت الأمور زي ما كانت، تمام؟ تمام. أحمد إيش فيه؟ الإشعار جاني فجأة. أنا تهكرت. الحمد لله على كل حال. ممتازين؟ ممتازين. خلصنا الان النقطة هذه. لا نطيل بالنقاش وندخل بالتفاصيل، لأني دخلت أدور رحلات الأردن ما حصلت. المهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ليدز أند جنتلمان. حياكم الله أينما كنتم، في المشارق أم في المغارب. أضحك في داخلي نار. صحيح. إجابة صحيحة 10 من 10 في المارك. أقول لكم السالفة اللي فهمتها أنا وتحليلي الشخصي إيش صار. رامي مسكت معاه امس. رامي لازم تستحمل الان الكلام اللي بوجهه لك. رامي مسكت معاه امس انه يحمل برنامج مونتاج ماني عارف ايش مكرك. راح رامي الله يعطيه العافيه حمل برنامج مكرك، تمام؟ تمام. البرنامج المكرك هذا يا عيال انتم ما تدرون، اسمعوا انتم ما قلت لكم اصبروا. البرنامج المكرك هذا هو اللي فيه الفيروس. رامي في حاجه انتم ما تدرون عنها، دروني اوريكم. شونغ قناتي مهكره. طيب شونك القناة الثانية متهكرة؟ ما في مشكلة. انت نسيت ان رامي هو منتج واديتر، مو شخص واحد. كان يشتغل بالماضي مع اشخاص ويوتيوبر. اليوتيوبر هذول القموا عزيزي المشاهد معاي. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالضيف الاول والاسطورة. رحبوا معاي والاخوة الكرام بابو كيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوتي الكرام. بصور مقطع القناة متهكرة. بسم الله. على طول شغل سريع. نبدأ المقطع ونبغى تعليق أول لقاء بين أحمد ورامي بعد تهكير القناة. والله يا رامي نسمع صياحك اللي في الحي كلهم. والله شباب الفريق يحاولون يسكتون أحمد. والله إيه، ما قلت لكم كيف قالوا لي، قاعد اسوي رياضة على السير. والله قاعد اجهز البث الساعة 9. جاني عبد الله هو خايف. عبد الله ازم خايف. احمد والله ما ودي ازق بجوك، لكن قناتك تهكرت. شفت السماعة كذا؟ قلت لا ما تهكرت، انا منزل مقطع بث مباشر، وافتح وامسك جواله واقول لا ما تهكرت، هذه القناة واعطيه. والله هذا اللي صار، اعطيته اياه. دخلت قناتي شفت شعار قناتي، ما غير شعار قناتي توه مهكني. قال اي والله شلون؟ بعدين راح شوي رجع. احمد متهكر، احمد شوف طالع والله متهكر. واروح اجلس جلسه كذا على الكرسي، العيال قاعدين يطلعون فيني كلهم الا شوي جوالي طن طن طن. خلاص احمد لا يضيق صدرك، لا تزعل، اقلم على الموضوع ومشي الامور والامور بتصير طيبه. ايوه تهكرت. رامي من حمل درايف الله يقطع ملقاه يحصل حاليا. لا والله ما هوشتك رامي، انا هوشتك بس سبيت سبتين يعني بسيطه، يعني فلان رامي واحمد. طيب رامي يهرب من شنق بعد ما جاه الاردن. يا الله يا رب العباد، انا عايشين يا رب. وش الحاله هذه؟ وش الحاله؟ من كثر ما هكره صار متعود. بطل 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 بيت بيت.
اخبركم والله يا عيالني اضحك من قلب قسم بالله اضحك في داخلي بك يا لكن الحمد لله على كل حال وضع رامي حاليا تفلو علي تفلو رامي المقطع على ظهرك والله تفلو رامي يحمل اشياء مكركة المحترم احترمه وليغلق اشرب دمه بعدها رامي تجهز باخذ معاك مقابله بالديسكورد طيب شنق اذا شاف رامي والله لو ما لقيت يوم القيام يوم القيام يوم القيام لو تمك يوم القيام في المحشر الناس كل واحد نفسي وانا اجلس ادور لك اجلس ادور لك يا رامي اذا كلمته عزيم مغلق وقت الضحى لقب خدمتكم الى اس تي سي عزيم اتصل جوا مغلق وقت الضحى رامي هو يكلمك بات يا رامي رامي هو يدور حل المصيبة اللي سواها الهكر والله يا رامي انه حطالك طعن سوالك طعن مصيده لقمت ليه تحمل هالبلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاستاذ رامي علاونا حياك الله معنا اليوم في استديو جحا وحماره كيف حالك طيب ان شاء الله اهلين استاذ احمد طيب استاذ رامي نبغى توصف لنا الحال يوم قررت انك تحمل برنامج بريمير مكرك علمنا ايش كان التفكير الخطه الهدف التارجت عندك على مدى يعني التحميل هذا وايش كان الهدف تفضل طيب كنت انا منتج لك المقطع الفيفا جميل خلصته حلو رحت لعبت فيفا وقلت خلص برندرو لما اخلص لعب يا سلام هذا الحكي على 6 7 الصبح 6 7 الصبح يا سلام في الصباح حلو المهم خلص لعب فيفا اجيت ارندرو ولا هوب مش راضي يدخلني على البرنامج ليش بشيك على تبعت الاشتراك مخلص اجيت ادفع اجيت ادفع ولا مش راضي يرسل الكود للتلفون ايه فانا هسه الساعة 7 الصبح وانت اخر شيء بعته انه ممكن تنزل الساعة 2 ايه شو هساوي رحت كتبت في اليوتيوب برنامج بريمير مكرر تحميل برنامج بريمير 22 مكرر يا رامي من متى نحمل من اليوتيوب ولا من جوجل يا رامي انت مو منتج لاكبر قناة عربية يا مجنون يلا ما هي مشكلة وحملته صح واللهم لك الحمد ارتفع المقطع طيب حملت القناة ايه؟ حملت اول شيء دخلت عند واحد اجنبي ايه يمخذ والله اجنبي والله العظيم ايه؟ دخلت عنده ولقيت انه شو اسمه انه في رابط ايه؟ انه اضغط هذا الرابط بوديك على الهاي وضغط قلت خلنا نشوف غيره ولا ما غيره ليش تماخذه وضغط عليه لا ضغطت على الرابط تمام بعديها بعد ما ضغطت على الرابع قلت لا خلاص انسى خلنا كنسل طلعت رحت عند واحد عربي اخذت منه البرنامج جاهز من جوجل درايف يعني التحميل خليته من واحد عربي بس اللي هكر القناه الاولى انا عارف الفيديو وعارف هذا الشخص طيب شو رايك تعطينا الفيديو نشوفه لا ما شاف الرابط هاي سايد لا صبر 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 نحذر ايها الاخوه الكرام تحذير هنا في فخ هذا انت بتضغطه يا ويلي خير الحمد لله ما عليه ابو كيان خليك ذيب طيب رامي الان وجه كلمه للناس اللي تشوفك في مقطع اليوتيوب ان شاء الله يا شباب ما دام نزلت هاي الحلقه يعني انه رجعت القناه ان شاء الله ما بنحمل برامج من الانترنت مره ثانيه كله اشتراكات ايوه احسنت ما بندخل روابط غريبه وان شاء الله هسه بما انه صارت فسه في قطعه وصار فيها تهكير وهيك يعني اوضاع القناه بتكون وبقول لك اوضاع القناه شوي بتكون فبدها لايك اشترك. ضروري لايك الان هيك لايك واشتراك اذا انت مش مشترك عشان ايش انه نرجع احنا نستمر ما حس اقنعتهم ابيك تتكلم عن الاشتراك بشكل اقوى اذا هسه ما اشتركتوا يا اخوان يعني احنا شو اسمه ما في فسحه واذا انا ما جتني لا 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 ايوه ممكن هذه تقنعهم ايوه موضوع الفسحه صح بتحزن موضوع الفسحه هذه جلسه بعد البث الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه هذا المقطع اللهم لك الحمد رجعت القناه وعايشين بسعاده انا اصور لكم الان والقناه متهكره ولكني واثق بالله عز وجل الحمد لله على كل حال وهذه خيره ممكن في شيء نسويه او ننزله ممكن كان يضرنا والتهكير كان هو خير لنا تابعونا على التويتر المباشر يا جماعه عشان تلحقون على كل شيء اول باول لا تنسونا من دعواتكم الطيبه صلوا على محمد في الختام نشكركم
السلام عليكم. السلام عليكم. اذا وصلت لهذه المرحله من المقطع اسال مولى عز جلاله انه يفتح لك ابواب الرزق. واذا جلست تشوف الشخص اللي قدامك يحتاجك في مكان معين، المكان هذا يتواجد فيه بكثره اللي هو تويتش. رابط قناتي يا جماعه تحت بتويتش، تعالوا هناك سووا لكم حساب، لان في اشياء ما اقدر اقول لكم اياها في المقاطع في اليوتيوب او بتويتر، والبث المباشر يكون سهل لي. فتعال اذا انت فاضي سوي حساب وانساه، ممكن بكره يجيك شعار حاجه انت تحبها وانا اكون جالس ابثها الان. الله يسعدكم، مع السلامه.